الشمس، الصدق أكثر نورا من ضياء الشمس. الصدق أيها الناس زين اللسان، الصدق أيها الناس زين اللسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أموركم تمام والأهل كويسين. دائما مو الله يجيبكم الخير والرزق والنجاح والفرح والتوفيق وكل أنواع النعم، نفسيا ماليا اجتماعيا أسريا أخلاقيا إيمانيا معنويا ثقافيا، لكم لعائلتكم دنيا وآخرة قبل ما يجيلنا. هذا الأمر إذا شايفينه لسه ما راح، مع إنه الشمس موجودة، الشمس موجودة والأمر موجود. الحمد لله على كل شيء. دائما أقول سبحان الله والحمد لله على كل شيء، وندعي للجميع إنه الله يشفي جميع الناس من جميع الأمراض، أمراض الاجتماعية، أمراض الأخلاق، أمراض الأخلاقية، أمراض المالية، أمراض الجسمانية، ويرقي أرواح الجميع. هنقرأ دعاء بسيط. خلقتك غنيا كيف تفتقر، وصنعتك عزيزا بما تستذل، ومن جوهر العلم أظهرتك لما تستعلم عن دوني، ومن طين الحب عجنتك كيف تشتغل بغيري. فارجع البصر إليك لتجدني فيك قائما قادرا مقتدرا قيوما. تاريخ اليوم 11/1/2023. سلم عليكم وقلبكم، الله يحفظكم.